ايه يا حبيبي؟ ايه يا عمري؟ هو انا نور، انا نورهان يا بابا. بابا عشان خاطري صوتك وحشني. طول عمرك كنت واقف على رجلك، اسد صلب بتدافع عننا كلنا. مش قادره اشوفك وانت كده. اوعى يا بابا تضحك عليا، اوعى تسيبني يا بابا عشان خاطري انا محتاجينك. انا وعدك يا قلبي ان من هنا ورايح مش هتشوف ولا هتسمع غير كل حاجة حلوة، واني هعوضك عن كل اللي فات قبلي. انا حاسس بده يا مهد، وحاسس ان اللي جاي هيبقى حلو قوي، حلو كتير. انت مين؟ يا نهار اسود. ايه؟ انا هتسلك يا سيد. البوليس كبس وانا بنفذ العمليه وفلتنا بالعافيه. يا نهار اسود. هو هيكون حد رياب كل حاجه. عيب يا معلم، هو حد برضه يعرف يقطر عليش؟ الظابط ابن الرفض كبس عليا وانا هخلص على الموز. طخيت واحده شكله اتسلك فيها وقابل رب كريم. بيقول الكتاب لعمر مين؟ الرصاصة جت جنب القلب وحصل له تهتك في النخاع الشوكي. طب هو حالته ايه دلوقتي يا فندم؟ يقول خرجوا رصاصة بأوجوبة، مش عايزين نسمع الأحداث. ربنا يستر. شفت الموت بعينيا. أنا خايفة بجد بعيد. هو ده اللي حاول يغتصبني ويقتلني. هو ده. تعرفي اسمه؟ تعرفيه منين يا كارما؟ ركزي يا كارما. ما اعرفش اسمه ايه. انا عمري ما شفته غير امبارح، ولا عايزه اصلا اشوف وشه تاني. ازيك يا علي؟ ازيك يا طارق بيه؟ عامر بيعمل ايه دلوقتي؟ الحمد لله. طب الحمد لله. سمعت صحيح اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ خير؟ بيقولوا ان في ضابط زميلك في المباحث اتصاب امبارح ونقلوه على مستشفى الشرطه وحالته صعبه قوي. مين؟ شريف؟ لا، معتز. معتز؟ شوفه هيبقى اخر يوم في عمره. اقول لك يا فتحي، تفتكر كارما هتقول ايه في التحقيق؟ ولا حاجه، هتقول واحد والسلام اتهجم عليها. انظروا الباقي عليا انا اللي عارف كل حاجه، وعارف مين ده، وعارف ليه عمل كده. السبب يا دربو، انا كنت من جوايا بتقطع وعايز اقول مين ده، بس ما كانش ينفع. عشان ساعتها كنت هفتح على نفسي طاقه جهنم. كان لازم اقول لو انا بحبها انها ملهاش ذنب خالص في اللي حصل. روق يا فتحي، انت بالذات لازم تروق يا فتحي عشان تعرف تخرجنا باللي احنا فيه.
زينة لا يحب ولا يتحب أبدا، عشان اللي بيقرب مني ده بيتأذي. يا ريتني كنت لوحدي، لا شلت هم حد ولا حد شال همي. خلاص بقى فتحي، ما تحسسنيش بالذنب يا أخي. أنا اللي قعدت أقول لك أعرفها وقرب منها وعيش حياتك، وبعدين احمد ربنا الحمد لله انها جت على قد كده وانها كويسه ما حصلهاش اي شر، وكلها كام يوم يا اخوه هتروح تقعد جنبها. اكيد برضه يا فتحي هي محتاجه لك اولي من دول. تفتكر هتربو لما تفوق وتركز؟ مش هتفتكر ان الواد اللي تهجم عليها ده هو نفس الواد اللي كان بيطاردني انا وهي بالعربيه؟ ساعتها انا هقول لها ايه؟ هبص في عينيها ازاي؟ أبوس إيدك يا درجول، أقول لها إيه؟ أنا أول ما عرفت جيت جري. طمنوني معتز عامل إيه دلوقتي؟ والله يا طارق بيه أنا مش عارف أقول لحضرتك إيه، حالة معتز وحشة قوي وربنا يستر بقى. ربنا يستر. أنا عارف طبعًا إن أنا بقيت بره الموضوع ومش المفروض اتدخل في شغلكم. لا طبعا يا فندم ما تقولش كده، ده احنا من غيرك ولا حاجه، ده احنا مفتقدين سيادتك جدا. عرفتوا مين اللي عمل كده؟ غنيم، وكان معاه واحد من رجاله سيد ريشه اسمه عليش. وكارما في اقوالها اعترفت عليهم؟ لا يا فندم، كارما ما تعرفتش الا على غنيم بس، ولما سالناها شفتيه او تعرفيه قبل كده انكرت وقالت انا عمري ما شفته قبل كده. واضح يا فندم ان كارما دي ما تعرفش حاجه اصلا ولا تعرف هم مين، حتى أقوالها يا فندم ما فيهاش أي حاجة تفيد. أنا رأيي إن اللي حصل ده كان تصفية حساب مع فتحي. غنيم كان بينتقم من فتحي في كارما بعد اللي حصل في المقاومة. ده الحل الأرجح. أنا كنت لسه بقول الكلام ده لسارة يا فندم. أنا ممكن أطارق بيه أشد اللي اسمه فتحي ده وأعصره. لا يا شريف، مش هتعرف تاخد منه ولا حق ولا باطل ولا تثبت عليه أي حاجة. الحكاية هتخلص على إنه مسجل خطر هجم على شقة واحدة عشان يسرقها يغتصبها أو أي حاجة، وفتحي هيطلع منها زي الشعر من العجين. الله. طب وبعدين يا طارق بيه؟ انت شايف احنا هنعمل ايه؟ انا قلت لك يا شريف انا بره الموضوع، ورايي دلوقتي ملوش اي معنى. انا هنا بس عشان اطمن على معتز. حتى بعد كل اللي عمله يا فندم؟ ساره انا ومعتز عشره عمر، ما اقدرش اتاخر عنه ابدا. ايه ده؟ جايب نفسك يا طارق بيه عشان تطمن على معتز؟ ده اقل واجب يا نسمه. اطمن على الاخر يا باشا، معتز كويس وبخير وزي الفل كمان، وان شاء الله قريب قوي هيرجع لشغله زي الاول واحسن، وهو اللي هيكمل القضيه ويخلصها بنفسه. ده اللي كلنا بنتمناه يا نسمة. بعد اذنكم. طارق بيه، صدقني انا ما كنتش عارف انك سودة قوي كده من جوه. انا برضو اللي سودة من جوه، ولا سيادته اللي جاي يتشافى في معتز بعد ما اخد مكانه؟ بس على العموم طمني الباشا القديم بتاعكم ان معتز راجع وان هو مش هينولها تاني مهما عمل. صدق بقى انت اللي زيك خساره في الكلام حتى. بقولك يا شريف انا مش هينفع اجي هنا تاني، مش عايز حد يحس ان انا شمتان في معتز بعد اللي حصل، وهبقى اكلمك في التليفون اتابع اخباره اول باول. يا طارق بيه لو سمحت سيبك من البيت اللي اسمها مها دي، دي بيت وصوليه ومتسلقه وكمان مخها في حاجه. معلش يا شيف صدقني كده احسن. والله يا طارق بيه انت لو تعرف احنا قد ايه محتاجينك بصراحه كده، احنا ناقصين من غيرك. يا شريف ما تقولش كده، تقدها وقدود. لو احتجت اي حاجه بصفه شخصيه كلمني، انا تحت امرك في اي وقت. ربنا ما يحرمنا منك يا طارق. سلام يا شيخ. مع السلامه. ازيك يا فتحي؟ طارق باشا. الحمد لله على سلامه كرم. الله يسلمك. بركه في ربنا ثم فيكم. خليك فاكر يا فتحي كارما كانت هتتقتل بسببك انت، وان اللي انقذها ضابط بوليس.
مش فاهم قصدك يا باشا. شو قلت لك ان انت محظوظ عشان انا خرجت من الخدمه؟ انا لو لسه في الخدمه ما كنتش هعتقد لا انت ولا الناس اللي معاك. عارف ليه؟ لان كل اللي احنا فيه دلوقتي ده حصل بسببك انت. والله يا باشا بما اننا بقينا عشره فخليني اخد معاك راحتي في الكلام شويه. خد راحتك على الاخر. يا باشا والله مش عارف اقول لك ايه. يعني انت لما كنت في الخدمه ما عرفتش تمسك على اي حاجه، ما بالك وانت بره الخدمه هتعمل ايه؟ بصراحه دي حاله تصعب على الواحد. وبعدين يا باشا هرجع واقول لك تاني، لو انت نساي ولا حاجه، فتح زدان صاغ سليم. وكل اللي اقدر اوعدك بيه يا باشا ان اللي عمل كده في كارما وفي الراجل بتاعكو انا مش هرحمه، وهجيبه لو في اخر الدنيا وهخلص منه القديم والجديد. وانا قلت لك يا فتحي، طارق الرفاعي وهو بره الخدمه غير وهو ظابط ومتقيد بالقانون. وكل اللي انا اقدر اوعدك بيه ان في ظباط مكاني في الخدمه وظباط شاطرين، واللي زاد على الموضوع ان بقى في دم واحد زميلهم لا يمكن هيسيبهم. ربنا يوفقكم يا باشا. هنعمل ايه في المصيبه اللي احنا فيها دي؟ والله يا ساره انا مش عارف. سليمان بيقال نستنى يومين ثلاثة لحد معتز ما يطلع من العناية المركزة، وبناء بقى على التقرير بتاع حالته هنعمل اجتماع ونشوف هنكمل ازاي. ربنا يستر. اهلا. مساء الخير يا باشوات. خير يا فتحي. جاي تزور كارما ولا ايه؟ ده بعد اذن سعادتك. لا ما فيهاش حاجة، بس يعني ذنبها ايه المسكينة دي تتبهدل بسببك؟ والله انا قلت لطارق باشا انا ما اعرفش اي حاجه عن الموضوع ده، ولو عايزين تكتبوا الكلام ده في محضر رسمي انا تحت امركم. لا رسمي ولا ودي يا فتحي. كارما طلعت ما تعرفش اي حاجه خالص، وللاسف ما جابتش سيرتك لا من قريب ولا من بعيد. بس ما تطمنش قوي كده عشان كلها كام يوم وهنقبض على الاسم غنيم، وساعتها بقى هنقرره بطريقتنا. ساعتها بقى فتحي بيه مش هتعرف تهرب مننا. ربنا معاك يا باشا. أنا أكتر واحد عايزكوا تقبضوه على حضرتك قلت اسمه ده غنيم، عشان تجيبوا حق كرم وحق زميلكم. ربنا معاكوا عن إذنكم. الراجل ده مش سهل خالص. فعلا زي ما قال طارق بيه، لا هنطلع منه ولا بحق ولا ببر. مين غنيم ده فتحي اللي عمل فيا كده؟ رد عليا يا فتحي، مين غنيم ده وعلاقتك بيه؟ اهدي يا كرمة، اهدي عشان خاطري. احنا ما صدقنا ان انت بقيتي كويسه. البوليس والنيابه حققوا معايا وسالوني عن علاقتك بغنيم، ولمحوا كده انه في عداوه بينك وبينه، عشان كده هو بينتقم منك فيا. طبعا انا قلت لهم ما اعرفش اي حاجه عشان هي دي الحقيقه. انا ما اعرفش اي حاجه، بس النهارده عايزه اعرف. عايزه اعرف ايه الحقيقه يا فتحي، عشان من حقي اعرف. عرفت ان انا كان عندي حق ان انا ابعدك عني؟
عليك سمعت كلامي وكنت بعدتي، كنت عشت حياتك عادي من غير ما تتجنني وتجبريني ان انا ارجع لك تاني. يعني ايه؟ افهم من كلامك ان الكلام اللي انا سمعته عنك ده كله صح؟ انا مش عارف اقول لك ايه، ما عنديش كلام اقوله لك. يعني انت انقذتني من الضياع من حاتم وفريد عشان تكون انت السبب ان انا اضيع مع بليس مغنيم ده؟ اقسم لك بالله يا كارما، لا دفعه عمره ثمن اللي عمله ده، صدقيني يا كارما. مين قال لك اللي يعمل عملة زي دي مش هيكررها تاني؟ مش هيقدر، أنا مش هسيبه، صدقيني يا كارما، أنا مش هخلي حد يمس شعرة منك، وأنت حرة، عايزة أنا أفضل جنبك، أنا مستعد، عايزة أنا أبعدك عني وعن الخطر اللي محوطني، أنا مستعد، وليك الحرية إنك تختاري. ببساطة كده، ببساطة كده مستعد تبعد عني؟ قلت إيه يا أخي؟ قلبك جامد أوي بالشكل ده. طب انا قلبي رايح، اني كنت اقدر ابعد عنك بالسهوله دي، مكنتش ترددت لحظه. انا مش عارف اقول لك ايه، بس اي قرار هتاخديه مستعد انفذه فورا. انا في حاله دلوقتي ما تسمحليش ان انا اخد اي قرار. وبالمناسبه الدكتور سمح لي ان انا اخرج النهارده، بصراحه انا مش قادره اقعد في الاوضه دي ولا ثانيه زياده، فلو سمحت عايزك توصلني البيت. ألف حمد لله على السلامة حبيبي، ألف حمد لله على السلامة، منهم لله اللي كانوا السبب. أنا كويس يا ماما، ما تقلقيش، المسألة مسألة وقت، وهرجع أقف على رجليا وهرجع شغلي، ومش هسيب اللي عمل فيا كده. إن شاء الله يا معتزة هتقوم لنا بألف سلامة، وهتكيد الأعادي كلهم كمان. عادي عادي، وإيه اللي حصل بالظبط؟ أهو اللي حصل حصل بقى، المهم انت لازم تشد حيلك وتقوم بألف سلامة، وما تديش فرصة لأي حد يشمت فيك. حد يشمت فيا؟ حد زي مين؟ سي طارق والقلاضيش بتوعه، سارة وشريف، ولا كمان طليقتك حنان؟ مش وقت الكلام ده يا حبيبتي، عشان خاطر يا معتز شيل الكلام ده كله من دماغك عشان ربنا يقومك بالسلامة. طنط عندها حق يا معتز، انت لازم ترتاح دلوقتي. انا مش هرتاح ولا يهدي لي بال غير لما ارجع اقف على رجلي من تاني وانتقم من الكل واولهم اللي عمل فيا كده. رانيا صباح الخير. صباح النور. سالت على طارق بيه قالوا لي نازل، ما تعرفش راح فين؟ هو طارق بيه ده حد يعرف له حاجه؟ بيجي يقعد شويه وفجاه ينزل، تقولش راكبه عفريت؟ الله يمسيك بالخير يا عامر بيه، ما كانش بيسيب المجموعه لحظه واحده. معلش طارق لسه جديد وبكره يتعلم وياخد خبره يعني. فعلا ميسون المال الاصحاب. ما هو خلاص يا رانيا، طارق ونورهان بقوا اصحاب راس المال. اه طبعا ما انا عارفه، ما هو عامر امنهم اول ما حس ان حالته الصحيه مش مظبوطه. ارجوكي
مش عاوزين الكلام ده يتنطور. يا استاذ شوقي انت ناسي ان انا مديره مكتب عامر بيه من سنين ومصدر ثقته وكاتمه اسراره كمان. عامر بيه ما بيعملش اي حاجه غير لما اكون انا عارفاها الاول، وطبعا ولا كني عارفه اي حاجه. هو ده اللي مخليني اكلمك في الموضوع ده، وخصوصا عامر بيه لما عمل عقود بيع وشراء باسم نورهان وسلمها لها هي وطارق بيه جوزها، قال لي يا شوقي من فضلك الموضوع ده يفضل سر بيني وبينك، مش عاوز حد يعرفه ابدا. وبرضه وصاني انا كمان نفس الوصيه، قال لي مش عايز اي حد يعرف الموضوع ده، وطبعا ولا كني اعرف حاجه. بلغت الجماعه اللي بره باللي حصل يا برهان؟ طبعا انزعجوا جدا، خصوصا بعد كل الترتيب ما باظ. عامر اللي كان مجرد شريك كبير في قلب المجموعه اصبح هو المسيطر على المجموعه كلها بعد ما اشترى اسهم الشركه وبسعر ما كانش يحلم بيه. بعد قيمه السهم ما انخفضت جدا. طب والجماعه اللي بره رايهم ايه؟ يعني في ترتيب جديد؟ هيعملوا اجتماع شوفوا هيعملوا ايه الفترة اللي جاية ديت، وبعدين يبلغوني. دي راني، أكيد في حاجة مهمة. أيوة راني. أيوة يا حبيبتي. ها؟ طيب أنا ساعة هكون في البيت، قابليني هناك. سلام. فيها شكري. رانيا بتقول لي إن في أخبار مهمة. مش هينفع تقولها لي في التليفون. هقابلها كمان ساعة في البيت افهم منها ايه الحكاية. طب خلاص روح انت قابل رانيا وشوف اخبارها ايه. انا هروح ارتاح واستنى تليفون الجماعة اللي بره. بعدين بعد ما تخلص مقابلتك يبقى كلمني في التليفون عشان نشوف تتقابل ازاي وهنعمل ايه. اوكي؟ اوكي. يلا سلام. سلام. كنت بقول لو تيجي تقعدي عندي يومين لغايه ما تبقي كويس. لا معلش يا فتحي انا عايزه اروح، وحابه اكلم ولا تيجي تقعد معايا كمان. خلاص براحتك، بس اسمحي لي يعني من وقت للتاني اجي اطمن عليكي. اه طبعا يا فتحي تيجي في اي وقت تنام. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. لو عايزاني اقعد معاك لغاية ما تكلمي علا تجيلك. لا لا مفيش داعي يا فتحي، روح بقى شوف اللي وراك، وبيني وبينك انا عايزة اكون لوحدي شوية، ولو قلقان عليا خلاص انا بقيت كويسة. خلي بالك من نفسك. حاضر.
معقول غنم الكلب عمل كده؟ انت من ساعه ما بلتنا بيه وما بطلش حركته الوسخه دي، بس حركه كارما الاخيره دي انا مش هعديها له، وهدفعه ثمنها غالي قوي. ده يستاهل الذبح يا فتحي. بقول لك يا اسراك، انت ما تعرفش سكك الواد ده فين؟ انا؟ وانا عارف سكك منين؟ انا من ساعه حكايه الصندوق وانا ما اعرفلوش طريق جره، ولعلمك بقى انا لو شفته او وقع في ايدي هشرب من دمه. تمام، اسمع مني كلمتين دول يا سراك. الواد ده من ساعه ما انت عرفتنا عليه زمان وعرض حياتنا كلها للخطر، انا عديتها قلت تلاقيها غلطه ومش مقصوده، بس الواد ده حسابه تقيل قوي، عشان كده انا مش هرحمه ومش هرحم اي حد يداري عليه مهما كان الحد ده. سامحني يا سراك، مهما كان الحد ده مين. تلميحاتك تزعل قوي يا فتحي، بس انا مش هزعل منك وهقدر حالتك النفسيه، وعشان اطمنك كمان لازم تعرف ان غنيم مش عدوك انت لوحدك، لا ده عدو انا كمان، ولو وقع في ايدي مش هرحمه. انا حبيت اقول لك اللي بيحصل بس عشان تبقى في الصوره. فتحي، اللي بيننا انا وانت كبير قوي، انا وانت ما نقدرش نستغنى عن بعض، واللي يضرك يضرني واللي يضرني يضرك. بقول لك ايه بقى، سيبك من الكلام الفاضي ده، احنا عايزين نفوق كده علشان لو جالنا شغل جديد نعرف نشتغل، وسيبك من الهري ده بقى. انا لا هفوق ولا هشتغل الا لما الاقي غنم الكلب ده واخلص منه القديم والجديد. سلام يا استاذ. ما قلتلوش ليه ان غنيم جالك هنا؟ انت مش ناوي تسلم غنيم لفتح يخلص منه ونخلص احنا كمان من الهم ده؟ بطلي عبط يا أميرة، انا لا هسلم غنيم لفتحي ولا هسلم فتح الغنيم، لازم الاتنين يبقوا تبع، خيوط اللعبة كلها لازم تبقى في ايدي انا، علشان لما حد فيهم يتملعن اقدبه بالتاني. ولا انتي مش واخده بالك من فرحانة ونمرضة فتحي؟ بصراحة هو معذور بعد اللي حصل لكارما. أنا فهمت وحذرته قبل كده كتير قوي، قلت له اللي زينا لا مفروض لا يحب ولا يبقى عنده نقطة ضعف ولا يرتبط بحد، الواحد مننا كده لازم يبقى خفيف خفيف. هو ما سمعش الكلام، هو حر بقى. انتي متأكدة من الكلام ده يا رانيا؟ عيب عليك يا شكري، ده انا ما صدقت استفردت بشوقي وجرجرته كده واحده واحده في الكلام، واللي خدمني ان انا مديره مكتب عامر، يعني معنى كده ان انا عارفه الموضوع، عشان كده حكى لي على كل حاجه. هايل، يعني كل حاجه دلوقتي بقت باسم نورهان. بيع وشراء وكل العقود معاها هي وجوزها. دي اخبار مهمه قوي ولازم توصل للجماعه اللي بره. جماعه مين اللي بره؟ ما تاخديش في بالك، مهم قلبي كان حاسس انك هتجيبي لي اخبار كويسه. جهز لك شيك هيبسطك قوي، 5000 جنيه مره واحده. اتفضلي يا حلوه. ميرسي. العفو. لازم تراجعي عليا يعني؟ طبعا. طب بصحتك بقى. تشيرز. ميرفت. تاني يا اكرم؟ تاني وعاشر يا ميرفت. هتيجي تركبي معايا العربية ولا نعمل قلق وفضايح؟ أنا مش فاضية للت والعجن ده، أنا واحدة عندها شغل، ولو اتأخرت على الكباريه البرنس مش هيرحمني. طب يا ست أنا أوصلك، اعتبريني تاكسي بس معيش عداد. أما نشوف آخرتها إيه معاك. أنت لسه دماغك ناشفة يا ميرفت؟ مش عايزه ترجعي لي؟ خلاص يا اكرم، كان فيه وخلص. ما تتعدلي في كلامك.
اتعدل انت بقى وفوق لنفسك، وارحمني وارحم نفسك شوية، وبطل كل شوية تنطلي زي عفريت العلبة. مش هيحصل يا ميرفت، وهفضل نطلك لحد ما خليك تنطي في النيل. ما تطلعيش عين أمي بقى، ادينا يا بنتي فرصة نرجع. اللي اتكسر عمره ما يتصلح. وبعدين تعالى هنا فهمني، مالك شبطان فيا قوي زي العيل الصغير اللي شبطان في لعبته؟ عشان انت ملكي. بقولك ايه، لو فضلت سائل عوج والله العظيم هجنن امك، هعمل لك زعر في حياتك واخليك ما تعرفيش تنزلي من بيتك. لا وعلى ايه قلبك ابيض، سيبني بقى انا كده ادور حكايه رجوعنا لبعض وبعدين الغيك. ماشي، انا هسيبك وهصبر عليكي لاني شاري، بس مش هصبر كتير. اصيل اصيل وصاحب واجب. يلا بقى يا اخويا عشان اتاخرت على نمرتي. يلا. الواد ده مجرد ما اشوفه هيبقى اخر مره. اقول لك يا فتحي، تفتكر كارما هتقولي في التحقيق؟ عرفت مين اللي عمل كده؟ غنيم، وكان معاه واحد من رجاله السيد ريشه اسمه عليش. وكارما في اقوالها اعترفت عليهم؟ لا يا فندم، كارما ما تعرفتش الا على غنيم بس، ولما سالناها شفتيه او تعرفيه قبل كده انكرت وقالت انا عمري ما شفته قبل كده. مش قلت لك ان انت محظوظ عشان انا خرجت من الخدمه؟ انا لو لسه في الخدمه ما كنتش هعتقك لا انت ولا الناس اللي معاك. عارف ليه؟ لان كل اللي احنا فيه دلوقتي ده حصل بسببك انت. كارما طلعت ما تعرفش اي حاجه خالص، وللاسف ما جابتش سيرتك لا من قريب ولا من بعيد. بس ما تطمنش قوي كده عشان كلها كان يوم وهنقبض على اللي اسمه غنيم، وساعتها بقى هنقرره بطريقتنا. ربنا معاك يا باشا. انا اكتر واحد عايزكوا تقبضوا على حضرتك قلت اسمه ده غنيم عشان تجيبوا حق كارما وحق زميلكم. ربنا معاكوا، هنسندكوا. يعني انت انقذتني من الضياع من حاتم وفريد عشان تكون انت السبب ان انا ضيعت على اسم غنيم ده؟ اقسم لك بالله يا كارما لا دفع عمره. معقول غنيم الكلب عمل كده؟ انت من ساعه ما قابلتنا بيه وما بطلش حركته الوسخه دي، بس حركه كارما الاخيره دي انا مش هعديها له، وهدفعه ثمنها غالي قوي. ده يستاهل الذبح يا فتحي. بقول لك يا سراق، انت ما تعرفش سكك الواد ده فين؟ انا؟ وانا عارف سكك منين؟ انا من ساعه حكايه السبلوب وانا ما اعرفلوش طريق جره. يعني كل حاجة دلوقتي بقت باسم نورهان. بيع وشراء، وكل العقود معاها هي وجوزها. دي أخبار مهمة أوي ولازم توصل للجماعة اللي بره. ماما ماما، هي خرجت ولا إيه؟ غريبة أوي. انت جيتي يا رانيا؟ يا ماما انا لسه داخله حالا. هو انت كنت فين؟ كنت بزور خالك. خالي؟ وهو عامل ايه دلوقتي؟ بيسلم عليك يا رانيا. انا حاسه ان انت مخبيه حاجه عليا. واخبي عليك ايه بس يا بنتي؟ هو انا يا ماما لسه عارفاكي دلوقتي؟ في ايه ما تقولي على طول. بصراحه بقى انا شفت ابوكي عند خالك. ايه؟ بالراحه، واحده واحده على نفسك وعليا واسمعيني. ممكن؟ ماشي اتفضلي. ابوكي كبر يا بنتي والزمن هده خلاص، وعرف غلطه ونفسه يشوفك ويطيب خاطرك ويكفر عن الغلط اللي عمله معاكي زمان، ونفسه يقضي اليومين اللي فاضلين له في الدنيا قريب منك. فيها حاجه دي؟
وايه اللي ضحك يا رانيا في اللي انا بقوله ده؟ اصل انت يا ماما مش طيبه بس، ده انت كمان على نياتك. اكيد طيبتك الزياده دي هي اللي طمعته فيكي زمان، جوزك ورماكي وهو عارف واثق ان انت مش هتقدري تعملي له اي حاجه. لا وكمان بعد السنين دي كلها راحت قبليه كده بمنتهى البساطه. لا ورجع كمان من عنده وهو صعبان عليكي. انا لو عليا بنتي ما بقاش يلزمني في حاجه، بس انا عارفه موضوع بعد عنا ده تعبك قد ايه، عشان كده لما جت الفرصه عشان اريحك قلت وماله، حتى لو هاجي على نفسي واسامحه بعد كل اللي عمله فيا. انت عندك حق، انا فعلا تعبت قوي. ياما اتمنيت اقول كلمه بابا، ياما اتمنيت ان باب الشقه يتفتح وفجاه الاقيه في وشي واجري عليه واقول له وحشتني قوي يا بابا. ياما غيرت وتقهرت من اصحابي في المدرسه لما كانوا بيحكوا على ابهاتهم ويفتخروا بيهم، وانا للاسف لا عندي اب احكي عنه ولا افتخر بيه. وهو يا بنتي رجع وتقدري تحققي حلمك. رجع متاخر قوي يا ماما، رجع بعد ما اجمل سنين عمري اللي كنت محتاجاه يكون جنبي فيها راحت. دلوقتي انا اللي مش عايزاه، وعلى فكره انا مش زعلانه، لانه زمان هو رفض وجودي في حياته، دلوقتي انا اللي مش عايزاه في حياتي. مهما حصل يا ماما مش هنولها له. ده اخر كلام عندك؟ ايوه يا ماما، ويا ريت بقى ما تبلغيش الكلام اللي انا قلته ده لحد. خديه على قد عقل هو وخالي، قولي لهم الكلام اللي بيريح اللي كنت زمان بتقولهولي لما كنت بسأل على بابا. فاكراه يا ماما؟ خليه قاعد كده نفسه يشوفني وانا عمري ما هنولها له. تصبحي على خير. النهارده بس راجع وندمان ومكسور. هو ده اليوم اللي انا كنت مستنياه، عشان انا اللي اقولك لا، انا خلاص لا بقيت عايزاك ولا عايزه اشوفك. النهارده بس اقدر اخلص من الصوره دي، لان اللي بقيت عايزه اشوفك في الحقيقه ولا في الصوره كمان. اطلب لك كاس كده على ما اروح اجهز لنمرتي. نمره سواد على دماغك، اعملي حسابك هتخلصي واروحك زي ما جبتك. على قلبي زي العسل، ده انا حتى بفكر اعمل معاك ابونيه، ده كده اوفر لي. منور منور يا اكرم باشا حبيبي. اهلا يا اخويا، روح عز طولك وابعت لحد بزيت ويسكي ومز. عيني الدنيا لك. إلا قولي أخوك وحشني أوي. تحب أبعتهولك تاني؟ لا
طيب انا داخل اجهز. قولي اخلص. ايه يا حبيبتي جهزتي ولا لسه؟ جهزت يا روح الروح. وبعدين في زفت اكرم بتاعك ده هيفضل طابق على مروحنا لحد امتى؟ ومين سمعك؟ انا خلاص اتخنقت. ثم تركبي الوش الخشب زهقيه منك. والنبي يا اخويا لو لبست له الوش الجبس حتى. الله. طب وبعدين؟ وشغلنا؟ انا عارفه بقى مين اللي هيقدر يقطع رجليه من هنا. مين؟ اخويا. لا ببلاش منه ده، انا بسمع سيرته كل بسواد يا حبيبتي. ما تخافش قوي كده، انا ليا سكه مع فتحي وهعرف الاغيه، وهو هيقلع على اخوه وهيقطع رجله من هنا. ازاي ده يحصل بقى؟ ندي الاكرم الامان الاول لحد ما نغرقه لششته معانا هنا، ساعتها بقى فتحي هيحس ويقلق على اخوه، انا بقى هلاغي فتحي لحد ما يشده من هنا. ماشي، اذا كان على سي اكرم ده استحي من قرفه كام يوم لغايه ما نخلص منه. يلا بابا نبرتك جاهزة. مع الفاتح ملك الجمال ملك الكباريه مرمر. سهى بكره بقى من بدري هاخد سهى واروح لبابا، اصل هو اللي طالب يشوفها وحشته قوي. ماشي يا نوران. ماشي يا نوران. ايه مالك؟ ولا حاجه. ولا حاجه؟ قال يعني انا ما اعرفكش؟ بتتكلم على طول، فيك ايه؟ معتز يا نوران. يوه، وده وقته تجيب لنا سيره الزفت ده واحنا هننام؟ حرام عليك والله. معتز كان في مهمة واتضرب عليه نار وحالته خطيرة. يا ساتر يا رب. عارف يا طارق، برغم كل الحاجات الوحشة اللي عملها مع حنان ومعاك ومعايا، إلا إننا عمرنا ما نتمنى له أبدا حاجة وحشة. طبعا يا نوران، إحنا في الآخر في بينا عشرة طويلة وعيش وملح. أصيل يا حبيبي طول عمرك. واحد غيرك بعد ما أذاك في شغلك كان زمانك شمت فيه. انت تعرفي عني كده يا نوران، طول عمرك راجل محترم بتحب كل اللي حواليك، وانا حبيتك من شويه حبيبتي. بقولك يا طارق، مش واجب برضو نكلم حنان نحكي لها اللي حصل؟ لا، حنان بعد موضوع الطلاق ده فيها اللي بكفيها. وبعدين الصحفيه اللي كنا شفناها معاه اللي اسمها ما دي لازقاله في المستشفى، لو شافت حنان اكيد هتحرق دمها. اهدي على موضوع حنان ده لحد ما نشوف حالة معتز هتوصل لفين. البنت دي غتيتة بشكل غير طبيعي، بس برضو لو احنا ما قلناش لحنان اكيد لو ما عرفتش مننا هتعرف من حد تاني. على الاقل عشان ما تبقيش انت السبب في جرح تاني لحنان لما تشوف مها دي عنده في المستشفى. عندك حق، لو شافتها فعلا قلبها هيوجعها قوي، بس على الله هو كمان ربنا يقومه بالسلامة ويعرف قيمة حنان ويصلح كل العك اللي عمله قبل كده. على الله. عامر ده دماغه جامدة أوي.
أمن نفسه شركاته ومجموعته، كدب كل ما يملك لبنته وحفيدته، يعني عشان ما حدش يضايقهم أو يجي ناحيتهم خالص. أنت عارف يا شكري، أنا في الأول كنت مستغرب أوي. مستغرب من إيه؟ الناس اللي بره دول يعني مجموعة عالمية استثمارية تجارية اقتصادية عابرة للقارات، وتحط عامر ده في دماغها وبعدين تسلطنا احنا عليه علشان نضايقه ونقرفه، عشان في الآخر تشتري مصانعه وشركاته. بس لما ابتديت اتعامل معاهم يعني عرفتهم عملوا كده ليه، لأن عامر ده عقلية جبارة جدا. اه طبعا عقلية جبارة، سألني أنا. زمان اداني الأمان، ولما حاولت ألعب معاه بديلي ساب لي الحبل على الآخر في لحظة واحدة يا برهان، شد وخنقني بيه وضيع كل اللي ورايا واللي قدامي. يلا أيام ربنا ما يعيدها، احنا هنقضي الليلة كلها بقى نتكلم على عامر الديب ولا إيه؟ قولي الجماعة اللي بره اتصلوا بيك؟ اتصلوا قالوا لك ايه؟ بعد ما لقوا اللعبة الأخيرة اللي لعبها معانا عامر دي، هم حسوا إن احنا محتاجين قوة دعم. قوة دعم؟ يعني ايه؟ مش فاهم. عشان كده هيبعتوا حد من عندهم يقول لنا هنتصرف ازاي في المرحلة اللي جاية دي، يعني يرتب لنا حاجات من النوع ده يعني. طب والمندوب ده هيوصل امتى؟ لسه مش عارف، لكن اكيد هيتصلوا بيا في خلال يوم ولا اتنين حاجه كده يعني، عشان لازم نكون في شرف استقباله لما يجي. بصحتك يا مولاي. اتفضلي يا بنتي. بقول لك ايه، هو برهان ده هيتاخر؟ والله مش عارف، اصل بكلمه في التليفون مش بيرد. طيب بقول لك ايه، ما تروحي انت وهو اول ما يجي انا هديله خبر صدقيني. في ايه يا عم شمسه؟ هو انت ليه محسسني كده ان انت عايز توزعني؟ يا بنتي انت صغيره وحلوه، ايه اللي وقعك في طريق راجل زي ده؟ فاديني بشتغل معاه زي ما انت بتشتغل معايا، وهو كل واحد عنده ظروفه. اهو برهان باشا وصل اهو. ازيك يا بسمه؟ ازيك يا حبيبي، عامل ايه؟ ايه بكلمك مش بترد عليا ليه؟ يعني كان عندي اجتماع شغل، الاجتماع بقى كان. انت واقف متنح كده ليه؟ تروح شوف شغلك. ايه مالك متعصب كده ليه؟ في حاجه حصلت ضايقتك؟ يعني هو اللي جرع تنحي ده ضايق في حاجه؟ لا ابدا، انا بس قلت اجي اطمن عليك واقعد معاك شويه، بس لو انت مزاجك مش رايق اسيبك ترتاح. انا فعلا مزاجي مش رايق بس عايز ارتاح. بقولك ايه؟ ايه؟ ما تيجي نطلع فوق كده نتكلم كلمتين بجد يعني. بس انا ليا طلب عندك. الامور يا روحي. انت عارف ان انا اخدت شقه مفروشه، ودي الشقه القديمه اللي كانت في الحته البيئه اللي انا كنت عايشه فيها دي، بس المشكلة الشقة أجرها غالي جدا، وأنا كنت من غير ما تكملي يا حبيبتي، بكرة إن شاء الله المفروش يبقى تمليك. بجد؟ بجد الجد يا روحي. تعالي بقى إيه؟ تعالي نطلع فوق كده نتكلم كلمتين جد الجد. يلا حبيبتي. يلا. ربنا ينتقم منك يا بعيد، ويكتب لي لقمة عيش بعيد عن الأشكال اللي زيك. سامعك يا حيوان! تعالى يا بوسة. عندي مشاكل في الشغل ملهاش آخر، عشان كده إيه؟ عايز أريح دماغي وأرتاح خالص. يا
يلا يا حبيبي. يا مس جانو جود نايت. ايه حجزت وجايه بنفسك؟ اهلا وسهلا ويلكم. هستناك انا وشكر طبعا. توصلي بالسلامه ان شاء الله. اوكي اوكي باي باي. مين بقى جانو دي؟ ده الكارت الاخير يا حبيبتي اللي بينزل يوش. يعني ايه؟ مش فاهمه. معلش انا فاهم، بس بقى المهم احنا داخلين على شغل صعب قوي في نفس الوقت حلو قوي. يلا بقى اديها. قاعدة لوحدك ولا ايه؟ لوحدي. امال فين علا؟ لسه ماشية من شوية، كتر خيرها. قعدت معايا اليومين اللي فاتوا دول لحد ما اطمنت ان انا بقيت كويسة. هتجيلي بكرة بعد الشغل ان شاء الله. علا دي بنت جدعة أوي وبتحبك. احنا أصحاب من زمان، ملناش غير بعض. هو حاتم أخباره ايه يا فتحي؟ حاتم كويس، انا حتى كنت هعدي عليه النهارده عشان اطمن عليه. طب انا عايزه اجي معاك، عايزه اشوفه. ما انا بقول خليك انت النهارده وانا هروح اطمن عليه وابقى ابلغك. ليه يا فتحي انا عايزه اجي معاك؟ ده اخويا برضه، لازم اكون جنبه في الظروف دي. زي ما تحبي. طب انا هدخل اغير وارجع له. اهلا اهلا مستر جين. هاو دو يو دو مستر باشا؟ هاو دو يو دو مستر حاوي؟ بس انا ما بحبش الالقاب، وافضل انه تنادوني بمس جانو. This is my nickname. احنا هنبقى تيم ورك واحد، ومفيش داعي للحواجز بيننا. انا بقول كده برضو احسن. في حاجه جديده حصلت بعد ما عامر اشترى الاسهم وباعها كلها لبنته نورهان؟ لا لا مفيش اي حاجه حصلت خالص. هو لسه في المستشفى؟ لسه. طيب
أنا هطلع استريح شوية من رحلتي الطويلة، وبعد كده يعني على الساعة 6-7 تيجوا نعمل ميتينج ونرتب للمرحلة الجاية. اكسكيوز مي. يا كارما رميتيني زي الكلب هنا ومشيتي ورا كلام البيت بتاعك؟ مبسوطة؟ الكلام اللي انت بتقوله ده يا حاتم، احنا جبناك هنا عشان مصلحتك وعشان تتعالج وتبقى. انا عارف مصلحتي كويس، انا مش عايز صغير، انا عايز اطلع من هنا. اهدى بس، انا عموما كلمت الدكتور وطمنا عليك وقال ان انت عديت الفترة الصعبة كلها كام يوم وتبقى زي الفل. وانت مالك انت؟ هو انت كنت واصي عليا؟ انت فاكر نفسك مين؟ انا عايز اطلع من هنا. خرجني يا فتحي يا اما هقتلك. خرجني يا فتحي، انا عايز اطلع بره. خرجوني، خرجني يا فتحي. اتفضلوا هقتلك. خرجوني. يلا حالته صعبه قوي يا فتحي قوي. معلش يا كارما، ده في الاول، وبعدين احنا بنعمل كل ده لمصلحته. ايوه مش مصدقة كده، امتى هيجي اليوم اللي يبقى فيه انسان طبيعي وكويس ويفوق لنفسه؟ ده هيحصل باذن الله، بس ده محتاج مننا شوية صبر، ومحتاج منه برضه هو كمان شوية صبر. يلا يلا معلش. خلينيش أندم إن إحنا خرجناك من المستشفى. الله، هو أنت اللي خرجتيني يا ست نورهان ولا الدكاترة هم اللي خرجوني؟ أنا ما أعرفش أرتاح ولا أنام إلا لما أطمن على الشغل. طب ما نخلي موضوع الزيارة ده لبكرة يا عامر بيه. لا يا طارق، أنا مش لازم أتأخر عن الزيارة دي ثانية واحدة. بعدين الناس كلها لازم تعرف إن عامر الديب رجع لمجموعته وهو زي الفل وأسد، محدش يقدر عليه. بعدين ما تخافيش، أنا هرجع أستريح يوم يومين بقى، مش مشكلة هبقى قاعد معاك. يلا هاشم يلا. بابا أنا خايفة عليك. ما تقلقيش يا نورهان، أنا طمني. جدك ده هيجنني. تضحكي على إيه؟ عادي. بابا أنا ولدي جوك ميرسي. شكرا شكرا شكرا. الله يسلمك. الله يسلمك. شكرا. عامر بيه الحمد لله على السلامة، المجموعة كلها كانت مضلمة من غير حضرتك. شكرا يا رامية. أنا عايزك تعملي اجتماع فوري لمجلس الإدارة، بلغي كل الأعضاء. طب ترتاح الأول يا فندم، تشرب قهوتك. فورا يا رانيا، قلت لك فورا. حاضر يا فندم، تحت أمرك. زي الجنة. أمال إيه حالته خطيرة دي؟
سلام. ايوه عارف يا طارق، وانا قاعد على الكرسي ده بحس بوجودي، بحس اني عايش. انا اكتر واحد في الدنيا فاهم وحاسس بشعورك ده يا عامر بيه. بالتاكيد، وانا كمان فاهم ان قلبك وعقلك لسه هناك في مديريه الامن. لا بس يا عامر بيه، انا دلوقتي اهو مركز شغلي الجديد وبحاول اتعلمه. رغم اني متاكد ان قلبك لسه هناك في مديريه الامن، همشيها ان انت مركز في شغلك معانا هنا في المجموعه. شوف يا طارق، انا عارف كويس قوي واثق في اللي بقوله. انا لو كنت قبل كده محتاج لك ايراد، فانا محتاج لك دلوقتي 24 ايراد، خصوصا بعد اللي حصل في الفتره الاخيره واستحواذنا على تقريبا كل اسهم المجموعه. مش فاهم قصد سيادتك عامر بيه. يا طارق، انت دلوقتي نائب رئيس مجلس الاداره ودراع اليمين. لازم تفهم يا طارق ان المجموعه دي اكبر مجموعه استثماريه اقتصاديه في الشرق الاوسط كله. في شركات كتير ومجموعات كتيره جدا عالميه يهمها ان المجموعه دي ما تفضلش متماسكه وقويه، لدرجه ان شركات كتير عرضوا عليا مليارات عشان يشتروها ويدمجوها في مجموعاتهم، لكن الحقيقه انا رفضت لاني عارف اهدافهم. اهدافهم دي اللي هي ايه بالظبط؟ تصفيه مجموعه الديب وهدها ودمرها بعد ما يكونوا قضوا علينا كمنافس في السوق العالمي كله، وشردوا الالاف اللي بيشتغلوا فيها وبياكلوا عيش من وراها، وساعتها يحتكروا السوق، يحتكروا السوق المصري والسوق في الشرق الاوسط كله لمصلحتهم والمصالح الدول اللي بيشتغلوا معاها. بس انا رفضت وقفت لهم وتحديتهم، رغم اني عارف ايه اللي ممكن يحصل، ومش هسلم من العابهم القذره. ده غير اللعبه اللي سيادتك لعبتها لهم، استغليت موضوع العمليه في انك تستحوذ على اسهم المجموعه كلها. بالظبط كده، عشان كده اليومين الجايين هيبقوا صعبين جدا، وانا محتاج لك جنبي في الفتره دي يا طارق. بركه فيك برضو يا عامر بيه. انت عارف مين مندوبهم لما عرضوا عليا يشتروا المجموعه؟ مين؟ شكري. شكري طليق نورهان. للاسف اتريني كنت بربي تعبان في بيتي من غير ما احس. عرفت قد ايه بقى انا محتاج لك يا طارق، وانا دايما جنبك يا عامر بيه.